السلام عليكم خوتي المغاربه اخواتي المغربيات. اليوم بكل حرقه جيت باش نوجه واحد النداء عاجل وعاجل جدا على في هذه الساعه هذه بالضبط وفي قسم الانعاش بمدينه تطوان. كيقضي واحد الشاب مقتبل العمر، شاب للعمر ديالو 17 سنه، وللاسف هذا الشاب هذا اصيب بشلل كامل. وهذا الشاب ماشي هو الاول، في الاسبوع اللي فات طالب هندسه حتى هو للاسف الشديد اصيب بشلل كامل لا يعالج. على مده هذا الشهر هذا في فصل الصيف اربعه الحالات اللي توافدوا على 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 قسم الانعاش ديال شباب مقتبل العمر، اللي وضعوا لكل الاب بكل اسف وضعوا حد المستقبل ديالهم والحركيه ديالهم، وحتى حتى عرضوا حياتهم للخطر. ف هادشي كامل سبابه. شنو هو سبابه؟ واحد النزوه عابره ومن الناس اللي كيقفزوا من اماكن عاليه بلا ما ياخذوا الاحتياطات اللازمه. وهاد الشباب اللي كل الاسف كيتصابوا في العنق ديالهم، في العمود الفقري ديال العنق، واللي كيصيب بدوره الحبل الشوكي ولا لاموري بينيير. وهاد الحبل الشوكي كيتقسم كيتقطع كامل ولا تقطع كامل، فالمصاب كيتصاب بشلل كامل، وهذا الشلل كامل ما عندوش العلاج. فلهذا الله يخليكم، راه ما كاينلاش على قبل نزوه عابره واحد يعرض حياته للخطر ويوضع حد المستقبل ديالو والحركيه ديالو. راه هذه الرساله الاولى. الرساله الثانيه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يسعفوا هذا النوع من المصابين وشافوهم، الوغ الله يخليكم، الوغ النصيحه ديالي لكم، الا شفتوا هذا النوع من المصابين فما كاينلاش تحركوا الراس بزاف. حاولوا ما امكن تخليوا الراس والعنق وباقي الجسد في مستوى واحد، يعني العنق ما خصوش يتحرك باش لا قدر الله كانت شي فراكتور ولا كسر، ما يتحركش العمود الفقري باش ما يتقطعش الحبل الشوكي. وشكرا.